كارثة في الساحل الشمالي بعدما عربية دهست بنت مدير أعمال النجم مصطفى شعبان وحاولوا يسعفوها على مدار أسبوع كامل، لكن للأسف الدكاترة ما قدروش يعملوا لها حاجة وتوفت البنوتة الصغيرة بسبب تهور واحدة خبطتها بالعربية وأنهت حياتها. إيه اللي حصل بالظبط؟ تعالى أحكي لكم الحكاية. الناس كلها بتستنى شهر 7 و8 علشان يسافروا الساحل ويقضوا الصيف ويتبسطوا، وهو ده موسم كل سنة وأغلبية النجوم بيفضلوا هناك فترة الصيف كلها. لكن الموضوع اتحول، وبدل ما يبقى سفرية ومصيف بقى عزة وحادثة، وفي طفلة ماتت. أميرة محمود بنت مدير أعمال مصطفى شعبان عندها 14 سنة، سافرت الساحل هي ومامتها الألمانية علشان يقضوا يومين، وواحدة صاحبتها عزمتها في قرية في الساحل وسافرت فعلا مع مامتها، لكن للأسف ما كانتش تعرف إن السفرية هتقلب عزة وإنها آخر رحلة في حياتها. لبست أميرة وتشيكت وخرجت علشان تقضي وقت مع صحابها، لكنها اتعرضت لحادثة بشعة أنهت حياتها، تحديدا يوم وقفة عيد الأضحى من حوالي أسبوع كده. وكل اللي اتقال إن خبطتها عربية كلوك كار اللي بنشوفها كتير في الفنادق والمصايف، وكانت بتسوقها بنت صغيرة عندها 13 سنة وماشية فرحانة بيها، وفجأة خبطت أميرة ودهستها تحت عجلة العربية، وطبعا مش عارفة تتصرف ولا تسيطر على العربية ولا حتى تتفادى البنت لأنها صغيرة ومش عارفة تعمل حاجة. فجأة أميرة بنت مدير أعمال مصطفى شعبان بقت صايحة بدمها وده تحت عجلات العربية، والناس اتلمت عليهم ونقلوا البنت بالإسعاف للمستشفى. كانت حالتها خطيرة جدا لكن كانت لسه عايشة. مامتها اتصلت بأبوها محمود وليد مدير أعمال مصطفى شعبان وقالت له إن بنتهم عملت حادثة وبين الحياة والموت، وفورا راح لهم على مستشفى العالمين. فضلت أميرة في المستشفى لمدة أسبوع والدكاترة عملوا لها عمليات كتير على أمل إنها تخف وينقذوها، لكن بعد محاولات كتير اتدهورت حالتها الصحية وتوفت أميرة بعد أسبوع من الحادثة. أميرة كانت في وضع حرج، حصل لها نزيف في المخ وإصابات في كل جسمها، وده نتيجة دهسها تحت عجلة العربية لدرجة إن جسمها كله اتكسر، وكل محاولات الدكاترة فشلت في السيطرة على حالتها. طبعا التحقيقات شغالة على الموضوع، خاصة وإن البنت اللي خبطت أميرة بالعربية مش كبيرة، دي مراهقة صغيرة سنها 13 سنة وماشية بالعربية دي في القرية وما عرفتش تسيطر على الموقف وللأسف دهستها والبنت توفت. جهات التحقيق طلعت تصريح بدفن جثمان أميرة ورجعوا بيها وهي متوفية للقاهرة، وصلوا عليها الجنازة في مسجد السيدة نفيسة ودفنوها خلال الساعات اللي فاتت. لكن لحد هنا الموضوع ما خلصش، وبدأت تظهر تفاصيل جديدة عكس كل اللي اتنشر تماما عن وفاة أميرة، وباباها بدأ يتكلم ويكشف الحقيقة. بعد الحادثة طلع وليد محمود أبو البنت أميرة المتوفية وحكى اللي حصل لبنته في تصريحات كتير. قال إن بنته خرجت مع صاحبتها على شاطئ مراسي وكانوا راكبين عربية جولف كارت، وفجأة لقى واحد بيكلمه بيقول له إن بنته خبطتها عربية ونقلوها المستشفى. لكن الغريب في الموضوع إن إزاي البنت حصلت لها الحادثة دي وماتت بسبب عربية جولف كارت؟ دي عربية صغيرة بتبقى موجودة في الشواطئ والفنادق والقرى السياحية، يعني مش حادثة عربية زي ما احنا عارفين شكل الحوادث دي، وهو ده اللي خلى باباها شك في الموضوع. ولما البنت دخلت العمليات وحصل لها نزيف في المخ وحالتها كانت خطيرة جدا، باباها حس ان في حاجة غلط وكمان مش عارف بنته حصل لها ايه بالظبط، واكيد كل ده مش بسبب الجولف كارت، وسأل صاحبتها اللي كانت معاها والبنت قالت له ان اميرة اغمى عليها وهم راكبين الجولف كارت ووقعت من العربية وراسها اتخبطت في الارض وده اللي سبب لها نزيف. لكن باباها ما صدقش الكلام ده، وليد سب بنته في المستشفى وراح مكان الحادثة وده علشان يحاول يفهم اي حاجة، وقال في التصريحات انه لقى عربية فخمة جدا ماركة بوش لكنها مخبوطة من قدام كأنها عاملة حادثة بالظبط، وهنا وليد شك ان هي دي العربية اللي خبطت بنته علشان كده جسمها اتكسر وحصل لها كل ده مش بسبب الجولف كار. طلب وليد من الامن الخاص بالقرية السياحية انهم يفرغوا كاميرات المراقبة وده علشان يشوف الحادثة ويعرف الحقيقة وبنته حصل لها ايه، لكن المفاجأة انهم رفضوا تفريغ الكاميرات وبعدها اتفاجئ باختفاء العربية البوش دي وده زود شكه أكتر، وقال للشرطة في التحقيقات يا ترى إيه اللي حصل لأميرة بالظبط؟ هل فعلا في حد خبطها وبيحاول يهرب من القضية ولا إيه؟